السلام عليكم خوتي المغاربة، خواتاتي المغربيات، الله يجازيكم بخير. بقاو في ديوركم، راه دائما هذه الجملة بقاو في ديوركم راه ولات كتكتب في التلفاز، كتكتب في الشانطي، كتكتب في الفيلم، الدور كاينه بقاو في ديوركم. المصلحة لينا وليكم، راه الصحة باش تكون عندك مزيان بقى في دارك. الله يرحم ليك الوالدين. دابا شي واحدين كيخرجوا بدون سبب، علاش غاتمشي تجيب المرض وغاتبقى ادي وداك؟ راه دابا انت خوك راه يطلقاه صاحبي، ولا الوالده ديالك راه كانتشي عندها الدار، ولا وانت تعادي، وانت ولا اخر حشومه، اقسم بالله لا حشومه. اذا خوتي انا مزوق المغاربه الموت عليكم، نتوما عارفين هاد القضيه دي، كل شيء يبقى في دار، والله يرحم بها الوالدين، الله يخلي لكم اللي عزيز عليكم الا بقاو غير في ديوركم. هالعار كل شيء ديال الله، وعليكم حتى الصباح واللي لقيتوه برا، والحجاره الدراري وكلشي ديال الله. ما تنساوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.